وكمان معانا على التليفون نادين السلعاوي وهي لاعبه الفريق الاول لكره السله سيدات بالنادي الاهلي. يا نادين صباح الخير عليكي ومليون مبروك. صباح النور. صباح النور. الله يبارك في حضرتك. ميرسي جدا. انا مش هسالك كتير، انا بس هسيبك تلخصي لنا كده مشوار الموسم ده تحديدا والفوز ببطوله الدوري المرتبط وكاس السوبر، يعني لخصي لنا كده الموسم ده بكل العقبات والتحديات اللي انتوا اضطريتوا تخوضوا فيها لغايه لما تحققوا هذه الانتصارات يعني المشرفه المتتاليه. طبعا هي البطوله دي كانت برضو مختلفه، بطوله السوبر كانت اول مره تتعمل، بطوله لازم الاهلي يكسبها ولازم تخش يعني الاهلي قبل ما تروح اي حته تاني، فما كانش في اوبشن لينا ان احنا داخلين مركزين في الجيم. طبعا السيزون اللي فات البنات قدروا يكسبوا الدوري مرتبط وقدروا يكسبوا بطوله الدوري العام، فان هم نقدر نكسب البطوله دي مع بطوله المنطقه الاخرانيه. طبعا كانت اربع بطولات كويسين جدا، احنا تعبنا جدا، كنا مركزين قوي عشان الجيم ده. كنا الجيم ده قبليه حصل لنا، كانت الفرقه مشتته شويه، كان في اصابات كل شويه، لعيب يخرج لعيب يخش، بس بقى لنا مثلا اسبوع كلنا مع بعض مركزين عارفين اكننا يعني كنا بنتمرن في النادي في الاول، بس كنا مركزين اكننا في معسكر كله دماغه ماتش السوبر ماتش السوبر، احنا عايزين نعمل ماتش كويس جدا. دخلنا معسكر اخر يوم برضو اللعيبه مركزه جدا جدا، بطوله كبيره قوي على النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب جالنا الاوتيل واتكلم معانا، طبعا حفزنا جامد جدا، طبعا بنشكره ان هو جه وادانا الاهتمام ده. اللعيبه كانت متحفزه قوي 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 ان هي عايزه تنزل الماتش وتكسب ونلعب حلو ونعمل فرق، يعني يثبت حاجات تانية، يعني يدي ساين كده للماتشات اللي جايه، يعني ان الاهلي لا الاهلي في حته يعني ثانيه غير اي فرقه ثانيه. طب سؤال على ذكر الماتشات يا نادين، خليني اسالك، اصعب ماتش في كل بطوله من البطولتين كان انهي مباراه؟ انا هقول ان الماتش ده صعب في حاجه، لان حضرتك انت بتلعب ماتش ممكن فرقه تكسبه وتجري، يعني ده مش ماتش اللي انت ممكن تعوضي الماتش اللي بعديه. يعني ماتشات السوبر زي ماتشات الكاس كده بالظبط، ممكن فرقه تكسب يعني فرقه تيجي ربنا موفقها تكسب وتقوم رايحه الماتش اللي بعديه، مش بيكون عندك فرصه ثانيه زي الدوري، لا اللي انت لسه بتلعبي رايح جاي او بتلعبي تكسبي ماتش وما يكسبوا ماتش فتلعبي، فهي دي النقطه في ماتش السوبر. عموما الف مبروك، احنا قلنا نصبح عليكي ونبارك لك، وان شاء الله احنا في انتظار المزيد من النجاحات والانتصارات. مليون مبروك.